المباراة اللي حالة تسجيل الهلال للهدف. هذه الحالة ناخذها كحالة يعني فنية أو كحالة تعليمية. نلاحظ أنه لاعب الهلال الذي قام بلعب الكرة من هنا، نوقف أخوان أثناء لعب الركلة الركنية. لاعب الهلال الذي قام بتنفيذ الركلة الركنية بالفعل نفذها بشكل صحيح، ثم أوقفها لاعب آخر من الهلال. لاعب الهلال الذي كان موجود في الركلة هنا نوقف. لاعب الهلال نفذ الكرة من ركلة ركنية. آخر ثاني منافس للنصر يكون حسين عبد الغني وحارس النصر. أول منافس هو مدافع النصر. الحكم لم يستوعب الحالة، سمح باستمرار اللعب. كان يتوجب على حكم المساعد الثاني الإعلان عن تسلل على لاعب الهلال اللي هو محمد الشلهوب الذي قام باستلام الكرة مرة أخرى، لأنه حضر للكرة من موقف تسلل. نلاحظ أنه اللاعب الأول للنصر عشان نأكد هو المدافع، اللاعب الثاني يكون اللي هو حارس المرمى وحسين عبد الغني إذا كانوا على خط واحد. ولا القائمة. القائمة. هذا منافس أول. النصراوي. أيوه هذا يعتبر الحارس الآن. في خلاص يسار. لأنه التسلل يحكم بثاني آخر منافس بغض النظر عن مسمى هذا المنافس، سواء حارس مدافع مهاجم. نلاحظ أن المنافس الأول هو لاعب النصر الأول. حارس المرمى أصبح بمثابة المنافس الثاني والمفترض يضبط التسلل معه. نلاحظ أن لاعب الهلال حضر من موقع تسلل لتنفيذ الكرة للأوفر، كان يتوجب على حكم المباراة اللي هو المساعد الثاني الإعلان عن حالة تسلل من الكرة الأولى وليست لحظة تسجيل الهدف. نأكد بس على الحالة الأخيرة إذا تعطونا إياها، لأن يعني فيها هي حالة جدا دقيقة وحالة تعليمية أخوان. نلاحظ أعطونا إياها بس نقطة في البداية. تنفيذ الركلة الركنية هذه صحيح تسجيل الهدف، بس هنا لا الكرة تنفذت ستوب. لاعب النصر الثاني اللي هو حسين عبد الغني وحارس النصر الثاني كانوا لا يقف، يعني المفترض انه موجود على خط مرمى النصر لاعبين اثنين، الحارس ومدافع او مدافعين اثنين بغض النظر عن مسماهم، المهم انهم لاعبين. طبعا هذه الكره لم يستوعبها المساعد الثاني بشكل كبير، سمح باستمرار اللعب. فريق الهلال سجل الهدف بطريقه صحيحه، ولكن الاساس كان المفترض يعلن عن حاله تسلل من الوهله الاولى.